أهلا بكم. رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد يصل العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية يزور خلالها الفاتيكان. البرلمان يتسلم طلبا من 50 نائبا لعقد جلسة استثنائية غدا السبت لاستكمال مهامه التشريعية والرقابية. قبل شهر من موعدها، المفوضية تعلن انتهاء أغلب فقرات جدول العمليات التحضيرية للانتخابات وتؤكد إقامتها بموعدها المقرر. النزاهة تعلن رصد تلاعب بعدد من دوائر البلدية في ذي قار، بينها عدم تقييد قرابة 7 مليارات دينار إيرادا نهائيا للدولة. قوات الحدود تلقي القبض على 4 متهمين في مطاري البصرة والنجف الأشرف بحوزتهم بطاقات مصرفية معبأة بأموال معدة للتهريب. عشرات الشهداء والجرحى في قصف صهيوني طال خان يونس ومخيم النصيرات. ومجمع الشفاء يعلن استشهاد كل من في العناية المركزة. حماس تعلن مقتل أسير صهيوني جراء إصابته بقصف الاحتلال. وحزب الله يستهدف تجمعات داخل الأراضي المحتلة بالصواريخ. كل هذا وأكثر تتابعونه على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.